لصالح النصر، مرور موجود إلى رزفان اللي عندي كرة في الجهة اليسرى، الخيبر يلعبها عرضية ممتازة، الله هذه كرة ترجع ثاني مرة وصلت للهدف، الله في النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد. إذا من الجولة يبدأ الحضور في المباريات على ملعب الأمير فيصل بن فهد، والكرة أولى في الشوط الأول، نور الشمس تضج بهم المدرجات الآن في انتظار السهلاوي، يتقدم جول اشتراك النصر في هذا الموسم، كرة ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء إلى راسية، جول زين عباس مكان القحطاني، هذه مرتدة الآن عند القحطاني في الجهة اليسار، يلعب كرة عرضية ممتازة،